نتائج عدد الطلبات المقبولة لتسوية الوضع الإداري للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب للسيدات والسادة والمحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار فليفضل أحد واضع السؤال. تفضلي السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالهجرة تم تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب. سيد الوزير، ما هو تقييمكم لهذه العملية وإلى أي حد نجح المغرب في استقبال وإدماج هؤلاء المهاجرين وشكرا. شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا للسيدة النائبة المحترمة على السؤال. في البداية نذكر شوية بالتاريخ ديال هذه العملية اللي انطلقت في 2 يناير 2014 مستمرة إلى غاية 31 دجنبر 2014، يعني نحن على بعد شهر. لهذه العملية تم تعبئة كل الموارد البشرية، أكثر من 3000 موظف اللي تعبئت وتختارت وتكونت والآن تشتغل في هذه المكاتب، 83 مكتب اللي تفتحت على صعيد العامات الأقاليم إلى غاية اليوم 2 دجنبر، باش نعطي بعض المعطيات. كاين 22917 طلب اللي تحطت في هذه المكاتب، منها 14278 ديال الذكور و7916 ديال الاناث، وكاين 723 غير مصرح. هذه الطلبات تتهم جات من مهاجم ديال 112 دولة اللي تقبلات، ملفات اللي تقبلات لحد الساعة 10603، والعدد البطاقات اللي تسلمات هي 6701. ونعطي كذلك مؤشر اخر، انه 12 اقليم تتركز فيها 84% ديال هاد الطلبات. العمليه مستمره بخطى ثابته، والمستوى اللي وصلنا له ديال التعبئه مستوى جد مهم، ولكن اللي كذلك اكثر من هذا الشيء كل البرنامج ديال الادماج اللي توضع في جانبه التربوي الثقافي الاجتماعي القانوني الرياضي، وهذا هو اللي اعطى لهذه العمليه ديال التسويه الاستثنائيه كل الشروط ان شاء الله ديال النجاح ديال السياسه ديال الهجره ديال بلادنا. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيده النائبه. تفضلوا السيده النائبه. شكرا سيد الوزير، نشكركم على هذه المعطيات اللي قدمتوا لنا، وهي كتبرز الجديه في التعامل مع هذا الملف. هذه ربما ما كانتش غير ارقام، ولكن هي على ارض الواقع فهي يعني هي افعال ايضا. بلا شك حنا كاملين تنعرفوا ان المغرب هو الدوله الوحيده من الجنوب الذي اقر بحقوق المهاجرين، فهذا التحول اليوم اللي كيعرفوا المغرب من بلد مصدر للهجره لبلد الاستقرار والاستقبال هو نابع من واحد القناعه اللي هي مترسخه، وليس فقط من اجل الاستعراض. يعني بغض النظر على كيفاش وصلوا هاد المهاجرين اليوم الى المغرب، فالمغرب ما تملش من المسؤوليه ديالو، بالعكس تحمل المسؤوليه الانسانيه والحقوقيه ديالو يعني امام انظار المنتظم الدولي. وهذا عرف واحد المجموعه ديال الاشادات، اخر وحده فيها منها كان في المنتدى العالمي لحقوق الانسان اللي كان هاد اواخر الاسبوع. يعني اليوم هاد المهاجرين اللي وجدوا المستقر ديالهم في المغرب، الى اي مدى سيتحمل المغرب الفاتوره ديال هذا الاستقرار وديال هذا الخيار ديالو اللي هو مقتنع به؟ فربما هذا غيكون تساؤل للمرة اخرى، ولكن نبغي اننا ندفعوا التفكير حول الفاتوره لاستقبال هؤلاء المهاجرين كما قلتي من بلدان متعدده. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيده النائبه. هل من تعقيبات اضافيه؟